لازم ننزل كلنا مع بعض واشوف والعالم يشوف معانا الأسر المصرية نازلة تقول رأيها. النسبة الإجمالية الذين قالوا نعم 98.1%، لتكون في مقدمة الدول. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. أتحدث إلى حضراتكم باقتناع أكيد بأن عجلة التاريخ لا ترجع أبدا إلى الوراء، وأن أحدا لا يستطيع أن يزيف التاريخ. فالتاريخ يعي أخضر الرجال ويعطي كل ذي حق حقه،
مهما كانت محاولة الطمس والتزييف، وفي نهاية المطاف لا يصح عند الله سبحانه وتعالى وعند التاريخ إلا صحيح. الموضوع بتاع قناة السويس، لما كنا بنتكلم مع يعني المسؤولين في الموضوع اللي هم دارسين بنوك وبيتكلموا، فقال لك يعني مش معقول المبلغ ده رقم كبير. قالوا ممكن يعني، بس مش هيبقى المبلغ ده كله وممكن نقعد شهرين ثلاثة. قلت لهم ان شاء الله هتشوفوا. يدرك الشعب المصري وأدرك من واقع المسؤولية التي أتحملها منذ انتخابي رئيسا أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة مدنية ديمقراطية في ظل المبادئ التي سعينا إليها من خلال الالتزام بخارطة المستقبل والتي توافقت عليها القوى الوطنية، والتي تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أن قال الشعب المصري كلمته وعبر عن إرادته الحرة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور لنبني مصر الجديدة. بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف اللي المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقولكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي.
أنا بقول الكلام ده ليه؟ ببدأ من النقطة بتاعت أو الجزئية بتاعت سينا بالذات ليه؟ لأن الجيش يوم 28 يناير 29 يناير أول ما حصلت الأحداث ديت كان موجود في المنطقة به وجيم ولم يتعرض لأحد، لم يتعرض لأحد. يناير وفبراير سنة كاملة 2011 2012 2013 هل الجيش ما كانش قادر ان هو يتعامل مع الواقع اللي موجود واللي بيتزايد يوم بعد يوم؟ انا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني وللمصريين، ان احنا كنا حريصين على ان احنا الجيش ما يدخلش في مواجهة مع حد. عدم جواز نظر الدعوة الجنائية المقامة قبل محمد حسني السيد مبارك يوم 24/5/2011 في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23/3/2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 أصر النيل.